في هذا العصر انتشر لباس الغرب ومنها البنطلون، ومن صفاته أنها ضيقة. ما حكم لبس هذا البنطلون أولا، ثم ما حكم صلاتي فيه مع أنه يفصل العورة بوضوح أثناء السجود، وما هو الحل؟ أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس ولم يبقى خاصا بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بين المسلمين وصل في جنودهم، ولم يكن الآن خاصا بالكفار بل انتشر بين المسلمين وغيرهم، مثل لبس الكنادر، ركوب السيارات، ركوب الطائرات، قد عم الناس كلهم ولم يبقى خاصا بالكفار، لكن يجب أن يكون واسعا لا ضيقا، وأن يتحرز من هذا الشيء الذي يفصل العورة ويبين حجمها ويؤذيه بصلاته. ينبغي للمسؤولين أن يضعوا شيئا واسعا جيدا يستر العورة ولا يبين حجمها ويعينه على صلاته ووضوئه وغير ذلك. أما هذا الضيق الذي يؤذيه ويلز عورته فلا ينبغي لبسه، بل الظاهر أنه لا يجوز، وعليه يعالج هذه الأمور مع المسؤولين حتى يغيروا هذه الملابس الضارة الضيقة. ولعلنا إن شاء الله نفعل ما نستطيع في هذا إن ذكرنا بذلك ولم نأخذ عنه إن شاء الله، نرجو أن يعيننا على ذلك، نرجو من الله يعيننا على ذلك، فإن تذكير المسؤولين مهم بهذا، وهم من كل خير قريب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.